وللمزيد حول رفض متظاهري ثورة تشرين تسمية عدنان الزرفي وخروج تظاهرات كاثرة لحظر التجوال في بعض المدن، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة العمارة بمحافظة ميسان مصطفى مؤيد. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. أهلا أستاذ العزيز وإلى كل المشاهدين في قناة الرافد، شكرا جزيلا للاستضافة. أهلا بك. بداية، متظاهرو محافظة ذي قار يقطعون الطرق الرئيسية احتجاجا على تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء، هل هذا رأي الثوار في عموم العراق أم هي نظرة المتظاهرين في ذي قار فقط؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نعود ونكرر بأن طريق اختيار رئيس وزراء بدون العودة إلى المتظاهرين ومطالبهم بكل صراحة ضربة أخرى، ويعني عار الحائط بصراحة لما لا يستطيع المتظاهرون في شارع وفي بقية المدن العراقية. أما بخصوص بما يخص قطع الذي حصل في محافظة ذي قار، هو لا يحصل في كافة المحافظات العراقية اليوم لعدة أسباب. السبب الأول هو وفرض حظر التجوال والوقايه الصحيه التي يمر بها العالم العراق على وجه الخصوص وجود وباء كورونا العالمي الذي وصفته منظمه الصحه العالميه. لهذا تم وكما ذكرت في الايام انه تم تاجيل عدد كبير من الانشطه والفعاليات والبرامج للمعتصمين والمتظاهرين في بغداد والمحافظات، لهذا تراجعت اعداد المعتصمين بصوره مؤقته لحين القضاء او السيطره على هذا الوباء. من باب اخر، المتظاهرين والمعتصمين في ساحه التحرير في المحافظات العراقيه ينتظرون من السيد المكلف ان يكون على قدر المسؤوليه بالضبط الشروط التي وضعها في ان يكون لجنه من المتظاهرين تشرف على العمليه وانه يقدم القناص حكومه فتح المتظاهرين. طيب استاذ مصطفى، هنالك اليوم تسويق على ان عدنان الزرفي هو نتاج لجهود المتظاهرين وانتصار لثوره تشرين، يعني انتم كثوار هل فعلا تنظرون للزرفي بهذه النظره؟ بكل تاكيد هذا الكمعار عن الصحه، ليس لدينا اي مرشح من ساحات التظاهر في مقعد رئيس الجمهوريه عدنان الزرفي ومن سبقه من المرشحين، واي يعني مرشح من ساحه هناك ترويج لبعض المعروفه والتي تقوم بتسقيط التظاهرين، فان عدنان الزرفي وبسبب علاقاته مع الشيخ المتظاهرين وبالتالي هو اصدقائهم المتظاهرين بالغرب الامريكي، وهذا منفي نفي قاطع بين اي اتصال او تواصل او علاقه ما بين الرأي المكلف وما بين المتظاهرين، التهمه ليست بجديده على القيادات السياسيه والكتل الفاسده في الحكومه التي تحاول الصاق التهم تباعا بالمتظاهرين. اليوم عدنان الزرفي كلف برئاسة الوزراء، إذا ما مررت تشكيلته الحكومية عبر البرلمان، ما هي الإجراءات التي ستقوم بها ثورة تشرين وسيقوم بها المتظاهرون؟ بصراحة إذا استمر المكلف وكشفه توفيق علاوي بأخذ الوزراء من الكل الأشياء واعتماد منهج الفساد والمحافظ اختيار الوزراء، ستكون هناك عده حركات تصعيديه من قبل المتظاهرين. ابلغنا السيد رئيس الجمهوريه باننا غير راضين عن اليه التكليف وطريقه التكليف، وفي حال استمر السيد الزرفي بنفس منهج سابقيه رؤساء الوزراء باعتماد المحاصصه والفساد في اختيار الوزراء فستكون هناك خطوه اكثر، ولن نخاف يعني بشكل مؤقتنا الكثير الاعز على قلوبنا فقدنا تشرين، لهذا لن يكون علينا جديدا ان نخرج باعتصام وتصعيد به الحكومه المكلف هونية باختيار طيب وزراء مستقلين او 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 اكفوين. سؤال الأستاذ مصطفى، لماذا لا تريد قوى العمليه السياسيه الاقتناع ان الراي العام في العراق لا يقبل باي مرشح قادم من دهاليز العمليه السياسيه وقواها، حيث قدموا 4 مرشحين قبل الزرفي ورفضوا من المتظاهرين؟ يعني بصراحه القوه السياسيه في العراق وبالقوه
الشيعية المسؤولة نعم. كيف الأسرة تعيش أوضاع زومة بصراحة تأتي رشا مستقل عن العمل السياسي، ربما يكون السبب في ذلك هو خوفهم من أن ينقلب هذا المرشح عليهم وأن يقوم بزج السجون أو مكافحة الفساد أو تقديم القناص إلى العدالة، وبالتالي هذا يخفف القوى السياسية التي تتراكم المال. فتقديم مرشح يقدم ضمانات هذه الكتل من الضغط إليه بأنه لم يتدي عملية المحاصصة الفساد ربما إلى عدد مرشح. نعم، الناشط في تظاهرات محافظة ميسان مصطفى مؤيد، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة العمارة حول قضية رفض عدنان الزرفي وخروج تظاهرات كاسرة لحظر التجوال، شكرا جزيلا لك.